تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وبمشاركة برلمانية خليجية وعربية وآسيوية. عقد بمقر المجلس المنتدى البرلماني الإقليمي تحت عنوان الاستثمار في الشباب نحو تنمية إقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الاستثمار في الشباب هو خارطة طريق للتنمية المستدامة، حيث أصبحت العناوين الرئيسية للمنتديات والقمم تدور حول هذا المنطلق، وهو ما تؤمن به السلطة التشريعية والذي تجلى في انعقاد المنتدى الذي حمل عنوان الاستثمار في الشباب نحو تنمية إقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هناك خطة عامة لمنتدى البرلمان العرب من خلال الشراكة التي تربطنا بالرابطة الآسيوية للسكان والتنمية، حيث سوف تعقد هناك عدة اجتماعات أخرى في عدة مدن عربية لاستكمال الخطة التي وضعت في عام 2017-2018. كون هذا المنتدى يعني أو يضم من دول آسيا والدول العربية، هذه بتكون فرصة كلش جيدة ومناسبة أن احنا نكون نتبادل هذه الخبرات فيما يخص التطوير الحضري وما إلى ذلك. ويأتي هذا المنتدى لتبادل ومشاركة الخبرات بين البرلمانيين الآسيويين والعرب في سبيل تحسين الصياغ ذات العلاقة بالبيئة والسكان، وتحسين التعاون والتنسيق بين البرلمانيين ونظرائهم في القطاعات المختلفة من أجل مستقبل أفضل للشعوب. اليوم فرصة طيبة للبرلمانيين لإثراء ممارساتهم والتعرف أكثر على هذه الجهود التي تسهم في التنمية المستدامة ورفع الوعي بقضايا الشباب والسكان والتنمية. نأمل لهذا الملتقى كل التوفيق، ونأمل أن نستفيد وأن نساهم كبرلمانيين عرب في الدفع بقضايا التنمية المستدامة، وخاصة بما يتعلق بمجالات الشباب تعليما وتمكينا وتدريبا وتأهيلا. وتضمن المنتدى إقامة 4 جلسات عمل تطرقت إلى مواضيع مختلفة ذات ارتباط مباشر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المشاركة، والذي من خلاله سيسهم المنتدى في وضع تصورات من أجل الوصول إلى مستويات عالية من التقدم الذي تتطلع إليه الشعوب العربية والآسيوية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.